عندنا. انا عندي ثلاث مسيرات مساعده. لا للاسف بس اثنين عندي. خلاص اثنين. والله ما ادري يا اخوي رقم. والله ما ادري يا اخي اظن في رقم بابي ما ادري هو. مسوي 80 85 اجابتك عن عمر جدتك يا احمد كان 85. راح الان ننتقل الى صحة الأسئلة أو صحة الأجوبة اللي ذكرها لنا أخونا أحمد، واللي كان فيها نسبة كبيرة من أن الأسئلة كانت حساسة شوي في تركيز أحمد. هل كان في كامل تركيزك أحمد ولا لا؟ إيه. طيب ممكن تقوم معي يا أحمد عشان نشوف صحة الأسئلة. أول شيء دام البخاخ هذا معي أنا. أنت قلت إن هذا البخاخ لك أنت؟ إيه هذا.